إن من شروط العبادة حتى تكون من موجبات الجنة أن تكون خالصة، أن تكون خالصة وأن تعملها لله، لا ترجو من أحد من الخلق ثناء، لا تسمع لا ترائي. وللأسف أحبابي أشكو إلى الله ويشكو من أصيب مثلي بهذا الداء، أننا لو أصابتنا كربة، لو أصابتنا كربة وأردنا أن نسأل الله بصالح عمل من أعمالنا بيننا وبينه، عمل خالص صواب صالح لا يعلم به مخلوق، لا زوجة ولا ولد ولا قريب ولا زميل، والله إن بعضنا يرفع يديه للسماء لا يجد عملا واحدا خالصا. كل ما عندنا يعلمه الناس، كفلنا أيتام أعلم الناس، دفعنا لأرملة أخبرنا المرأة والعيال، وأردنا أن نكرم ضعيفا في زواجه فقلنا ما قصرنا مع فلان، الحمد لله السيارة اللي معها هذا شارينها له وزواجه دفعنا فيه، وكل ما عملنا عمل أتى الشيطان وسكب على ألسنتنا عسل الشهرة والتسميع والرياء. العمل الذي يقبله الله هو الخالص، الخالص الذي لم تعمله لكي يرضى عنك مخلوق، ولم تكن تعمله لتعجب به فتنتفش وتنتشي في عمله. ولذلك أحبابي اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الله غني عن الشرك، فقبل أن نذكر موجبات الجنة اعلم أن الجنة دخولها أول بوابتها التوحيد، أن تكون خالصا لله، أن تكون خالصا، فإن الله غني. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك أحبابي من أراد السعادة فليختفي بالعمل الصالح كما يختفي بالعمل السيء، كما أننا إذا أردنا أن نعصي الله في الخلوات لا يرانا أحد، ونكره أن يطلع علينا أحد، ونحاول نمسح بعض المواقع ونقفل الجوالات بأرقام سرية، واللابتوبات بأرقام سرية، والملحقات نقفلها بمزاليج سرية، ولا نريد أحد يعلم ولا يرانا، وإذا سافرنا غيرنا من مظاهرنا حتى لا يجي واحد يصورنا في مطعم ولا على شاطئ، ولا نختفي عن عيون الخلق. أقول لك يقول الحق، والخطاب للمنافقين ومن هو على شاكلتهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أقول اختفي بعملك الصالح كما أنت تختفي بذنبك عن الخلق، فكما أن الله هو الذي سيجازيك وحده، لماذا تخرج عملك لمن لا يستطيع أن يكافئك ولا أن يجازيك؟ وردد وتأمل، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فكن واحدا لواحد جل وعلا.